أهلا وسهلا أحبتي، أتمنى يكون عنده لايف شغال. أهلا وسهلا بكم. هذه أول مرة طبعا أسوي لايف من قناتي، فما عندي خبرة صراحة في هواية، بس راح أحاول أنه أقدم فيها نقد لأحد الحلقات اللي أو سلسلة من الحلقات اللي قام بها شخص اسمه اياد القنيبي. يقال يشاع فيه يعني بالاوساط الاخوه المتدينين وكذا بانه هو قام بتفنيد نظريه التطور، وهو طبعا كلام مضحك للغايه. حاولت صراحه انه اسوي هذا البث من الكمبيوتر حتى اقدر اسوي مشاركه للشاشه واستعرض بعض المصادر واستعرض الفيديو، لكن للأسف الكاميرا عندي مال الكمبيوتر ما جاي تشتغل، فأحاول أن أصلح هذا الموضوع بالمرة القادمة. المهم حبيت أنه أحييكم جميعا، أتمنى أن تكون يعني حلقة مفيدة، نحاول نرد بها على بعض التخرصات صراحة لأشياء مؤسفة أشعر بها، أنه كيف لما يكون رجل الدين أو الشخص المتدين يحاول أن يدافع عن ثوابته أو عن معتقداته، فيحاول حتى أن يتعدى على العقل النقدي يعني العلمي عند الناس، يحاول أن يخرب عقول الناس. للأسف العلم هو أكثر طريقة أثبتت أنه هي تخلينا نقدر نوصل إلى الحقائق. ليس هناك حقائق مطلقة، الحقائق نسبية، ليس هناك يقين كما يدعي القنيبي في أول حلقاته. احنا نحاول ان نوصل اقرب ما يكون الى الحقيقه، واثبت المنهج العلمي التجريبي بانه افضل طريقه تحاول ان توصلنا للحقائق. فلهذا السبب احنا نحاول دائما ان ندافع عن المنهج العلمي وندافع عن العلم، يعني ليس من باب الدغمائيه او من باب انه هي نشبث بشيء بس نحاول ندافع عنه سواء كان صح او خطا، لكن لأنه شيء صراحة مهم وشيء محوري، وأنا بتقديري أنه من أكثر الأمور اللي أساءت إلى العقل العربي وخلته متأخر هو هذا التجهيل للأسف. فالعقل الفقه الديني مثل اللي يتحدث به القنيبي في حلقاته هذه سلسلة رحلة يقين، يحاول أن يتعامل بها مع المنهج العلمي بأدوات الدينية. يعني هو يتصور كأنما العلم أو نظرية التطور أو أي نظرية علمية أخرى كأنما هي فقه، يعني ويحاول أنه ما يقدر يفقه يعني يفرق الظاهر ما بين الفقه وما بين العلم، وهذا شيء مختلف جذريا. المنهج العلمي يختلف عن المنهج الديني. المنهج العلمي يحاول أن يوصلنا إلى معلومات أدق ما ممكن حتى نفسر بها الظواهر بشكل عام، ما يعتمد ابدا لا على غيبيات ولا على ميتافيزيقيات. القنيبي يحاول ان يستغل هذه الشغله، انه يحاول انه يتعامل بهذا العقل الفقهي مع الناس، لان يعرف انه العقل الجمعي العربي او العربو الاسلامي بشكل عام تربوا عليه وهو اكثر منطقيه بالنسبه لهم. فصراحه بالنسبه لعلم التطور الابحاث العلميه موجوده، والجامعات في العالم حوالي 99% من الجامعات تدرس علم التطور، وهنالك مئات آلاف من الأجيال من العلماء والباحثين والطلبة الذين يبحثون ويتوصلون إلى نتائج، ويرون دائما أن الأدلة تتجمع لمصلحة تثبت نظرية التطور. لكن المشكلة وين؟ أن الناس تجهل المنهجية العلمية هذه وما يقدرون يوصلون إلى هذه المراجع العلمية بشكل سهل، والدوريات العلمية والمؤتمرات العلمية إلى آخره، فيعتمد على هذه القضية، أنه على هذا العقل الفقهي اللي سيطر على الناس. بعدين قضية أنه كونه هو مثلا دكتور أو هو كذا، وهذا طبعا موضوع آخر ممكن نتحدث في مجال آخر، يدعي بأنه هو متخصص على الصيدلة أو هيك شيء، بس تروج همي في الأوس دائما في المجاميع الإسلامية وكذا بأنه هو قام بتصحيح مثلا أعظم كتاب، أكبر كتاب في الصيدلة. لما نتراجع هذا الكتاب يشوف أنه عبارة عن، حسب ما شفت أنا يعني من حاولنا مراسلاتنا وأسئلة وكذا لهم، ظهر أنه يمكن كلمتين ظهر مصححاً، يقول أنه هو محرر لهذا الكتاب مثلاً في أهم كتاب في الصيدلة، لكن بالحقيقة من تقرأ أسماء المحررين، أنا شفت فيديو موجود حاطين الباحثون المسلمون،
الفيرجن 6 تشوف بأنه مو موجود اسمه ضمن المحررين. ما أعتقد، أنا أريد أن أكذبه يعني، لكن أقول بشكل عام أنه الأخوة المسلمين ربما ينخدعون بهذه المسميات. يا أخي أنت إذا مجرد حتى وإن كان دكتور قال كلام، ما أنت عندك ملايين الدكاترة على وجه الكرة الأرضية من العلماء الذين يقرون ويؤكدون ويدخلون إلى المختبر يشتغلون بآليات التطور. السنة الماضية كان عندنا جائزة نوبل المنحت على أساس آليات نظرية التطور، وأخذوا بها العلماء اللي اشتغلوا بجائزة نوبل. على كل بشكل عام راح نتناول احنا هذه السلسلة، راح نحاول أن نفند بها الأشياء اللي يتحدث عنها الأياد القنيبي، يعني أنه يفند نظرية التطور لآخره، وراح ما نتطرق لكل الحلقات لأن هو عنده يمكن 50 حلقة يحكي في البداية عبارة عن أشياء تتعلق باليقينيات الدينية والفقه وكيف نتوصل إلى المعرفة الدينية كذا. هذه أمور ما تخصنا صراحة، أتركها للناس المتخصصين في الأديان، لكن فيما راح نأخذ الحلقات فقط اللي تتعلق بالتطور نحكي بها. ما راح أكون صراحة وحدي صراحة في هذا الموضوع، لأن أنا صراحة لسه متخصص في التطور في علم البيولوجي، يعني ليس تخصصي هو، أنا رجل أصلا تخصصي قانون تكنولوجيا معلومات، لكن لدي اطلاع على العلم ولدي متابعين يعرفون أنه أحاول أنقل معلومات صحيحة وما أخفي عن الناس. راح أكون ويا أصدقاء كثيرين مشكورين جدا بالنصح والإرشاد، بنرد نحاول قدر الإمكان نرد، وحتى لو لم نتمكن أن نرد على كل ما يطرحه فهذا مغالطة في المنطقية تسمى مغالطة المغالطة. يعني لما أنا مثلا ما أقدم الرد الصحيح على الأشياء اللي هو يطرح، مو معناه أنه ليس هنالك رد صحيح، وإنما هنالك متخصصين هم من يملكوا ربما الرد الصحيح ويستطيع الشخص أن يبحث. فهذا أنا أصلاً ضد أنه شخص غير مختص في علم معين يتناوله، لكن المتخصصين ربما ينظرون إلى هذا الكلام لأنه كلام تافه. يعني شنو فند نظرية التطور؟ نظرية التطور في العالم كله هي معترف بها، وهي التفسير الوحيد الموجود اليوم، أفضل تفسير عندنا اليوم لكيفية تنوع الكائنات الحية. لو أراد شخص أن ينقب نظرية التطور يتفضل إلى يقدم الأبحاث الأوراق العلمية إلى موجودة الجامعات والمؤتمرات العلمية، ويقول أنا صححت أعظم أو أحسن كتاب علمي على وجه الكرة الأرضية بالصيدلة. طيب ما هم سمحوا لك، يعني ليس هناك نظرية مؤامرة أو استهداف لك، تفضل قدم الأبحاث العلمية مالتك هناك، ليس على اليوتيوب أو الفيسبوك أنت تفند نظرية التطور. فراح نحاول قدر الإمكان نجاوب، طبعا راح يكون وياي أخوة كان ما قدرت للأسف أسوي مشاركة الشاشة حتى أظهر حساباتهم أسماءهم، الأخ بشار كاهلي راح يكون ويانا، الصديق عمار الذهب راح يكون يعني مثل الاستشاريين في هذه السلسلة، صديقنا شادي خلوف، شادي خلوف أذكر، ضرغام الفتلاوي صديقنا، صديق مهند العراقي، الأخ محمد لاموري مشكور، محمد قاسم، الصديق مصطفى جبوري راح يكون يساعدنا في يعني الأبحاث هذه والدوريات العلمية، نضال أبي المونة أعتقد اسمه نضال صديقنا، صديقنا عزيز المندلاوي، بعض الأخوة طبعا معنا أخوة مؤمنين يعني مسلمين لكن هم ما يرضون بهذا الصراحة الكلام الفارغ الذي يطرح في هذه الحلقات، وهم من يريدون أن يساعدون في كشف يعني هذه الحقائق. الصديق همين حسين حيكون وياي، صديق أوبزيرفر، والأخ فؤاد زت اتش ما أعرف اسمه بالكامل لكن هو الأدمن مال صفحة رائعة جدا على الفيسبوك اسمها العلم ونظرية التطور، أرجو أن ترجعوا لها أيضا. فما طول عليكم أكثر، خلينا نبدي وياه بالحلقة الأولى اللي يتحدث بها عن في تفنيدة لنظرية التطور. ما راح أخذ الحلقة كلها لأن الحلقة يعني راد وقت طويل جدا أن أرد عليها، إحنا أخذنا نقاط محددة في الحلقة نقفز إلها ونحاول أن نرد باللي نقدر عليها، لكن عموم الحلقة مالته يتحدث بها يقول التالي، أن نظرية التطور هذه الحلقة السابعة يحكي بها أنه على أساس الأخلاق هي داروينية، نظرية التطور تقوم على مبدأ البقاء الأصلح، وأنه أي تنافس للكائنات فيما بينها تنتقي الطبيعة الكائن ذات الصفات المفضلة بهذه البيئة حتى يقدر ينجو ويستمر ويمرر جيناته، وهذا صحيح.
إذن هو يستنتج أنه هو عبارة عن صراع أناني عنيف للأفضل. الأفضل يكون فيه هو يعني هو الأكثر أنانية واللي لا أخلاقية. أوكي، لأن أنا أناني أريد أن أحصل على الموارد فلازم أكون لا أخلاقي وعنيف وكذا. فبهل على هالأساس كيف حصل البشر على أخلاق وقيم عليا؟ فهذا هو الطرح العام في حلقته هذه كلها، لكن أنا راح أرد على نقاط محددة، لكن هذه بس البداية. صراحة هذا الموضوع تم الرد عليه، والأخلاق اليوم أصبحت مجال علمي، يعني دخل العلم في تفسير الأخلاق، ليس كما في السابق كان هو مجال لاهوتي فلسفي. الأخلاق كانت ولا زالت هي عامل حاسم للاستمرار والبقاء، لأن الإنسان يبقى هو كائن اجتماعي، يعني الإنسان يعيش في مجموعات تتعاون فيما بينها حتى تحقق هذا هدف البقاء والنمو والازدهار. الإنسان يريد أن يمر برحلة حياة سعيدة ومريحة، يريد أن ينعم بأكبر قدر من السعادة، وما يريد أن يعاني في هذه الرحلة. لهذا السبب يحترم الأفراد في أي مجموعة حق الاستمرار والبقاء، هذا يسمونه الحق نحو الاندفاع والبقاء. فهم يدركون الناس أهمية هذا الشيء بالنسبة لأنفسهم، فلهذا السبب هم ما يعتدون على الآخر على الآخرين حتى لا يقابلون بالمثل. يعني أنا هسه إذا سرقت الآخر أو قتلت الآخر أو كذا، فأنا أتوقع أنه راح يشيع هذا المبدأ في الجماعة، فأيضا راح يعتدون علي، فأنا ما راح أقدر أضمن لنفسي حياة آمنة ومستقرة. فهذا على هالأساس هذا نشأ مبدأ المعاملة بالمثل، هو كأساس للأخلاق الإنسانية. طبعا هو فعلا لما تنظر له هو مبدأ نفعي، يعني أنا ما أسوي هذا الشيء حتى راح يسويه، لكن هو بالحقيقة يبقى واقعي، يعني مبدأ واقعي وناجح. يعني بدل ما أنا أجيب لي فكرة خيالية ميتافيزيقية أنه هذه الأخلاق تم وضعها من قبل كائن غيبي لا أعرف عنه أي شيء ولا أعرف كيف قام بوضعها، هذا المبدأ يبقى واقعي، يعني وساعد فعلا على النجاح في البقاء والاستمرار بالطبيعة. لكن الطبيعة من جانب ثاني هي ليست كائن عاقل تقبل أو ترفض هذا السلوك على أساس القيم الأخلاقي، لأن هي صراحة حتى الخير والشر والقيم والكذا هذه أمور إحنا البشر ابتدعناها، اتفقنا عليها فيما بيننا، صار اتفاق عليها. فالطبيعة فقط تحبذ السلوك اللي يساعد على البقاء، الطبيعة ليس لها علاقة أنه هذا فعل أخلاقي أو غير أخلاقي إلى آخره. هذا مجمل الحلقة مالته هيك يقول بيها، راح ناخذ كم نقطة ونعلق عليها. فأنا كنت أتمنى طبعا يكون مشاركة صفحة حتى أظهر، بس ممكن بالمرات القادمة أظهرها، لكن كنت أعتقد أسمع الصوت، وإذا الصوت واضح أرجو يعني تقولوا لي. القدرات الذهنية للرجل والمرأة، وقال فيه عن بعض خصائص المرأة واضح. هي خواص الأعراق الأدنى. ثم جاءت صوت مسموع. العالم الفرنسي المعروف جوستاف لوبون ليقول في منشور علمي في المجلة العلمية ريفيو دي أنثروبولوجي عام 1879 المجلد الثاني العدد الثاني، وما سأقوله هنا غريب صادم، لذلك أضع لك المرجع فراجعه. وقد راعيت الترجمة الحرفية لما ورد في النسخة الإنجليزية من المجلة مع اختصار فقط، وهو نقل طويل سأقول في آخره انتهى لتعرف أنه انتهى. يقول جوستاف لوبون في أكثر العرقيات الذكية كما في الباريسيين هناك عدد كبير من النساء اللواتي حجم أدمغتهن أقرب إلى الغوريلات من الرجال الأكثر تطورا، وهذه الدنيا واضحة جدا، كل علماء النفس الذين درسوا ذكاء النساء يدركون اليوم أنهن يمثلن الأشكال الأكثر تدنيا من تطور الإنسان، وأنهن أقرب للأطفال والسذج منهن للرجال البالغين المتحضرين. بلا شك هناك نساء متميزات أرقى بكثير من الرجل المتوسط، لكنهن استثناء كولادة أي مخلوق مشوه، على سبيل المثال غوريلا برأسين، وبالتالي فيمكننا أن نهمل وجود هؤلاء النساء. طيب طبعا هو هنا قبل هذا الكلام اللي يبدي هو كان يحكي عن داروين، ويقول أنه داروين بنظرية هذه نظرية التطور هو يحاول أن ينتقص من قيمة المرأة. هو هنا طبعا ديبدي يحاول يأسس من البداية أنه نظرية التطور هي نظرية لا أخلاقية وتدعو أن تجعلنا إحنا وحوش وما تبرر أنه وجود أخلاق عندنا إلى آخره. فهذه قضية أنه داروين انتقص من المرأة، إحنا خلينا نأصل من البداية أنه داروين كشخص بآراء الشخصية هو ما يمثل النظرية العلمية ولا العكس صحيح، يعني
لا الآراء الشخصية هي حقائق علمية ولا الحقائق العلمية تصير آراء شخصية. لكن هو يحاول أنه هذه مغالطة معروفة بالمنطق يسموها مغالطة القدح، القدح الشخصي، هي من ضمن من تصنيفات مغالطة الشخصنة، أنه أنت أول شيء الشخص هذا تحاول أنه تسقطه حتى أي شيء يصدر من عنده يصير غير محل ثقة. لكن بالحقيقة اللي نعتمد عليه بالعلم هو الدليل القاطع اللي قدم العلم وليس آراء العالم الشخصية. يعني حتى لو ظهر لداروين تصور معين وقال تصور معين وظهر لاحقا أنه هذا خطأ، فهذا لا يخطئ النظرية اللي هو قالها، لأن احنا مثل ما قلنا بالمنهج العلمي نجمع الأدلة على صحة النظرية وهنالك طرق لتخطئة هذه النظرية. لو مثلا كان واحد من الأدلة اللي جمعناها غير صحيح ممكن احنا نستبعده، او هنالك طرح في هذه الأدلة غير صحيح نستبعده، لكن هذا ما ينقض النظرية. ينقض النظرية لما انت تجيب شيء تخطئ النظرية بدليل آخر. ثم هو ده يتحدث لي عن أشياء قديمة، يعني يتحدث عن كلام داروين بالعصر الفكتوري قبل حوالي 150 أو 160 سنة. بينما المجتمع العلمي نعرف احنا أنه مثلا البحث العلمي اللي عمره أكثر من 15 سنة ما يعار له أهمية كبيرة. بالبداية هو استشهد بجملة لداروين يقول بأحد الكتب العلمية لداروين الإنسان، أصل الإنسان والانتقاء الجنسي، يذكر يعني بالفيديو موجود النص اللي ذكره بما معناه أو الترجمة مالته، أنه من المسلم به نوعا أو المسلم به عموما أنه لدى المرأة تكون قوة الحدس والإدراك السريع وربما التقليد أكثر وضوحا من الرجل. على الأقل بعض هذه الملكات تعتبر من سمات أجناس أدنى وبالتالي تعود لحالة حضارية أقدم. ماشي؟ فهذا النص اللي هو يجيبه. طبعا هو بعيد عن الانتقائية اللي مارسها هنا القنيبي بأنه هو يترك وجهة نظر داروين العامة عن المرأة وعن علم التطور، ويترك ما يقول العلم عموما بخصوص المرأة، كل هذا يتركه على جنب، مغالطة انتقاء الكرز، ويحاول أن يركز فقط على كلمة أو جملة قالها داروين هنا. يعني كأنما داروين أنه هو نبي وكل ما يقوله بالنسبة للمجتمع العلمي هو مقدس. هذا يعني هو بالضبط مثل ما قلت بالبداية، هو يأخذ طريقة البناء الفقهي الديني الفقهي ويعامل النظريات العلمية. النظريات العلمية ليس فيها ناس مقدسين، يعني ممكن أن يخطئ العالم وتكون له آراء شخصية لا يعتد بها. فعبارة داروين صراحة هنا إذا واحد حللها يشوف أن هو إيش ده يقول يحاول أن يوصف بعض خصائص الأنثى عند الأسلاف اللي كانت مهامها تختلف جذريا عن مهام الذكر. يعني الأنثى عند أسلافنا القدماء في حياتهم كانت مهامها مو مثل مهام الرجل الذكر، فهي مثلا كانت الأنثى تقوم بانتقاء الأعشاب، الفواكه، تنظيم العائلة، ما شابه من المهام. بينما الذكر كانت مهامه الصيد، الملاحقة، السيطرة، القتال إلى آخره. لذلك اليوم نشوف أنه هذه الفوارق حتى تظهر عندنا اليوم. يعني مثلا نشوف المرأة بالأسواق عندها هذه الميزة الانتقائية، أن تحاول أن تنتقي الأشياء الصحيحة فتقضي وقت طويل جدا في السوق، بينما الرجل يمل جدا من هذه المهمة. هذه ليش؟ هذه لأن إلها جذور في تطورية عند المرأة. فهنا تظهر هذه الغريزة المدفونة عند بالانتقاء الممل عند المرأة، لكن ما نشوفها عند الذكر. يعني بكلمات أخرى أنه المرأة ورثت صفات عن كائنات سابقة أقل تحضر منا. طبعاً هنا هي مشكلة في فهم هذا الموضوع، راح أحكي عليه في نهاية الحلقة، أنه ليس هنالك سلم ارتقائية في التطور، ليس هنالك أعلى وأدنى بالمنظور الأخلاقي اللي إحنا نحكيه، هنالك تعقيد أكثر للكائنات الحية. وقمة التعقيد ربما إحنا نعتبره بالنسبة إن الوعي، كائنات مثلاً الرئيسيات معقدة أكثر، كائنات بدائية أقل من عدة. فهذا اللي قصده دارون، إنه إحنا المرأة ورثت بعض الصفات هذه مثل الحدس هذا القوي وغيره، ورثتها من كائنات هي ربما أدنى، لكن ما ورث الذكر هذه الحدسيات. يعني بالنسبة للقنيبي أنا أسأل سؤال، أنه مثلا إحنا والكلاب عندنا حاسة شم، ماشي؟ فإحنا إذا إحنا عندنا حاسة الشم والكلب عنده حاسة الشم، شنو هذا انتقاص من عندنا؟ إحنا رجال أو نساء عندنا هذه الحاسة موجودة، فهذا شيء طبيعي، يعني إحنا ورثنا. فهذا اللي قصده داروين صراحة في عبارته، لكن هو يحاول أن يلتف عليها. مع ذلك يعني حتى لو بقى القنيبي مصر أنه داروين يقصد المفاضلة، فرأي داروين الخاص هنا ما يهمنا. بأماكن أخرى لو تلاحظ أنه داروين يعطي أهمية كبيرة للمرأة،
يعني يعتبرها في قمة الهرم أو في رأس الهرم، حتى معروف أنه تطوريا يقال أن الرجل يعني طلع من المرأة عكس الأسطورة الدينية، ولو يعني هذه يعني فرضية، لكن أيضا أنه أنت تعطي بعض الأحيان التطور يعطي قيمة أكثر للمرأة. مع ذلك يعني إحنا نأخذ من العلماء فقط علمهم، وإحنا عندنا استعداد أن ندين حتى آراء العلماء إذا كانت غير مناسبة وحتى نوقف ضدها، فما المشكلة. الغريب أنه في هذه الجملة اللي هو نفس الاقتباس اللي اقتبسه من كتاب داروين، هذا في أعلى الصفحة يشوف أنه القنيبي جاهل فد وصف لداروين للمرأة، هو يعتبر نوع من المديح، يعني مديح واضح للمرأة. يعني يقول مثلا، يقول أنه يبدو أن المرأة تختلف في نزعتها الفكرية خصوصا في حنانها الأكبر وأنانيتها الأقل مقارنة مع الرجل الذي بسبب طابع حياته المنافسة التي عاشها فرضت يعني فرضت عليه الطبيعة منافسة فأصبح أكثر أنانية. فشوف داروين دي يقول أنه المرأة أقل أنانية وأكثر حنان من الرجل، فهاي وينها يعني؟ ليش ما قرأتها أستاذ قنيبي؟ مع ذلك عموما داروين صراحة عنده يعني في العصر الفكتوري اللي هم كانوا عايشين به كانت هذه النظرة للمرأة أنه هي واجبها البيت والكذا ورعاية الأطفال، لكن رغم ذلك داروين كان يدعم يحاول أن يخلي المرأة تدخل للمجال العلمي للوسط العلمي والأبحاث العلمية، وكان هذا في ذلك الوقت يعني صدمة للمجتمع اللي هو يعيش به. في مصدر هنا كنت أتمنى أنه استعرضه من جامعة كامبرج يحكون أنه قاموا بتحليل أكثر من 150 رسالة لداروين، مراسلات إليه مع بعض الأصدقاء والعلماء وغيرهم وباحثات بالمجال العلمي، وأظهر بأنه هو فعلا هو ليس يعني فيمينيست، يعني هو ليس كلش ويا المرأة، لكن هو كان يدعم ناشطات في مجال المساواة بين الجنسين، وأظهر أنه عنده كان يدعم المرأة أن تساوي مع الرجل ويشجعها أن تدخل للوسط العلمي. فعموما داروين صراحة هذه نظرة خاطئة وكاذبة أنه هو كان يعني يحاول أن ينتقص من المرأة. المصادر اللي تستعرضها هي كانت لشارلز داروين الكتاب مالته The Descent of Man and Selection in Relation to Sex، كتاب 1871 صفحة 326 إذا الواحد يرجع له. هذه أول نقطة في حلقة حلقة القنيبي العفو حشد داروين. راح نروح إلى نقطة ثانية حكى بيها في اقتباس لغوستاف لوبون. هسه خلصنا من داروين، عندنا الاقتباس الثاني هسه اللي حكى عليه الاستعراض الثاني بالصوت لغوستاف لوبون. المصدر طبعا اللي استعرضه، طبعا هو مضمون الاقتباس هذا، يقول بانه غوستاف لوبون يقول بانه دماغ المرأة بحجم دماغ الغوريلا، يقارب بالحجم وبعدين يبني عليه في الاشياء. طبعا المصدر قديم وربما حتى ما يمثل وجهة نظر عتيقة حتى في ذلك الزمن للناس، ما كان السائد يعني هو ذي يتحدث ذي يجيب جملة عبارة من القرن السابع عشر اللي حكاها لوبون. عموما النظرية العلمية لا تنتقد بقال فلان أو علان أو رأيه الشخصي مثل ما قلنا، بل نتائج البحث والأوراق العلمية اللي قدمها العالم مرفقة بالأدلة، هذا اللي نعتمده احنا. قلنا سابقا أن الداروينية الاجتماعية هي مرفوضة بإجماع علماء البيولوجي، يعني كانت محاولات بعد ما أطلق داروين نظريته أن يقومون بعملية هاي السوشيال داروينزم، أن يحاولون يسوون هاي الداروينية الاجتماعية، لكن أثبت أنه هي سيئة جدا، ولذلك انقلب كل المجتمع العلمي في علم البيولوجي ضدها. لكن حتى لو فرضنا بأنهم أجمعوا على العكس، نقول العلماء قالوا لا المرأة أقل من الرجل مو مشكلة، لكن السياسات في المجتمع والقوانين متصار من قبل العلماء، يعني هنالك سياسيين وهنالك دولة محكومة ديمقراطيا منتخبة من قبل الشعب هي اللي تقرر السياسات، فليس ضروري مثلا كل عالم أو شخص كتب له عبارة راح تأخذها. ربما السياسيين في البرلمان مثلا يأخذون من الأبحاث العلمية كأساس لبعض القرارات السياسية، لكن بعد ما يحصوها وبعد ما يشوفون آثارها على المجتمع، يعني يقومون بنوع من العقلنة على هذه الآراء. الغريب أيضا أن القنيبي يدعي أنه هو راح يتحدث عن نظرية التطور بإنصاف في هذه السلسلة، لكن هو يستشهد بمقولة مال غوستاف لوبون اللي هو بالأساس عالم نفس اجتماعي، ويذكر هاي المقولة مالته اللي قالها 1879. يتجاهل أنه مثل ما قلت أنه أغلب المجتمع العلمي انتقد
انتقده. يعني مثلا عندك ستيفن جاي جولد، هذا عالم متخصص بالتطور واهم مكانه علميه في التطور بمراحل بعيده من جوستاف لوبون. جوستاف لوبون كان اكثر شيء شوي عنده بالحفريات، لكن هو معروف انه هو عالم اجتماعيات اكثر. لكن تلاحظ انه موضوع الكتاب اللي ألف ستيفن جاي جولد كتاب يحكي عن احتقار المرأة في القرون الماضية، ونفسه هو حكي عن أمثلة لأشخاص مؤمنين كانوا يحتقرون المرأة. فليش هنا أنا الأخ نيب ما ذكر هذا الموضوع؟ يعني عموما رأي العلمي فيما يخص يعني هذا النقاش وما يخص أنه المرأة أدنى من الرجل، دماغ المرأة وكبر حجم المرأة، بالحقيقة دماغ الرجل هو مو أكبر من دماغ المرأة، لكن الرجل عموما بكون انه يمتلك جسم اكبر، فبالتالي اغلب الاعضاء عنده تكون اكبر حجما، حجمها يكون اكبر. لكن من حيث الوظائف والخصائص الادراكيه لم يتم رصد اي فروقات جوهريه منذ الولاده ما بين دماغ الرجل وما بين دماغ المراه. لكن احنا نعلم انه دماغ الانسان يتاثر ويختلف حسب البيئه والظروف والخبرات اللي يمر بها اثناء حياته، يعني تطور دماغ الانسان يختلف. فهنا كون التعامل مع الجنسين يكون متباين بالمجتمع، فطبيعي أن ينتج شخصيات مختلفة للمرأة وللرجل. أوكي؟ فالفرق المهم اللي اكتشفوه العلماء بالفرق ما بين دماغ المرأة والرجل أنه المرأة والرجل عندهم استعدادات منذ الولادة متباينة، عندهم استعدادات متباينة وليس خصائص يعني مختلفة، بحيث أنهم ممكن أنه يصبحون أفضل في مناطق معينة إذا تلقوا تدريب وتوجيه مناسب. فمثلا الرجل يشاع أنه ممكن أنه في الرياضيات يبرع أكثر، والمرأة ممكن في المقدرات التواصل تبرع أكثر، وهذا ليس فيه مشكلة يعني هذا هو واقع ولا أنا أشوف فيه أي. على كل اللي يحب يرجع لكلام ستيفن جاي جولد مس ميجر أوفمان 1981 الصفحة 138 اللي ينتقل بها كلام جوستاف لوبون. زين خلينا ننتقل هسه الى نقطه اخرى يحكي فيها القنيبي في الدقيقه اعتقد الثالثه وعليها. خلينا نسمع كلامه في النقطه الاخرى. الاستئثار والاعتداء على العرقيات الاحط منها لتبيدها وتتكاثر على حسابها. انت ايها الملحد امام احد خيارين، اما ان تتبع اسلافك هؤلاء وتتبع نهجهم الإجرامي الأخلاقي حسب داروينيتكم، أو أن تقر بالقيم الأخلاقية وقيم المساواة بين البشر من حيث الأصل وترفض الممارسات الداروينية المذكورة، وحينئذ فأنت تناقض نفسك، لأن تفسيرك المادي للكون لا يصلح كأساس للقيم المعنوية كما بينا في الحلقة الماضية، ولأن اقتراضك لأخلاق من خارج منظومتك الفكرية المادية هو اعتراف ضمني منك بفشل منظومتك المادية الداروينية وعدم كفايتها في تلبية حاجات الإنسان. إنك أيها الملحد حين تتبنى قيما إنسانية في التعامل مع كافة الأجناس دون تفرقة، وعندما تتبنى قيمة الرحمة بالضعفاء، تكون قد مارست ممارسات لا أخلاقية حسب داروينيتك. تكون قد فعلت كما في المثال الذي ضربناه أول الحلقة، سمحت لكائنات أدنى في السلم التطوري بالتكاثر على حساب الكائنات الأرقى. نحن إن اعتنينا بالقرود على حساب الإنسان لم يكن ذلك سلوكا أخلاقيا. داروينيتك تجعل رحمتك بالأجناس الأخرى والضعفاء والمعاقين تبدو مثل هذا السلوك. طيب طبعا كلام كثير، وهو كالعادة يعني رجل هو يعني خطيب أو هو داعية سلفي، فأكيد يعني في الكلام هذا والإثراء النثري، وهو طبعا يخطط خط الخلقيين. الخلقيين بعد سنين طويلة من نقدهم للتطور يلاحظ واحد أنه مجرد انتقاداتهم مجرد نثرية، يعني قائمة على الاستعطاف والمشاعر وإثارة المشاعر، يعني مغالطة الأبيل تو إموشن، يعني إثارة العواطف، وما يعطيك شيء موضوعي وما ينتقد نقد علمي للنظرية، مجرد يحاول أن يثير بهذا الكلام المنمق اللي يحاول أنه يثير فيه مشاعر الناس. فالمهم كلامه هنا والكلام اللي بعده أنا ما أقدر استعرضه كله، أن يقول أن التطور صحيح، إذا كان التطور صحيح فليش إحنا نقوم بأفعال ما تتفق مع سلوك الانتقاء الطبيعي؟ ليش ما ندعم الانتقاء الطبيعي ما دام الانتقاء الطبيعي شيء جيد ولازم نفضل الصفات حتى لو كانت أنانية؟ ليش ما ندعمه؟
طبعا كلامه هنا هو نابع من 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 سوء فهم فظيع ل يعني مو فقط المنهج العلمي وانما لمنهج التفكير الانساني في العلاقه ما بين العلم والمجتمع والاخلاق الى اخره. في الحقيقه هو ليس كل عمليه طبيعيه هي عمليه خيره وتوفر افضل ما يمكن حصوله. يعني مثلا لا يتصور دائما لما نقول احنا شيء طبيعي زين مثل ما نقول انه الاكل الطبيعي زين، الاكل اللي ما به مواد كيميائيه ما به مواد حافظه زين. الموضوع ليس كذلك. مثال انتشار الفيروسات هو امر طبيعي، يعني الفيروسات من احنا صنعناها يعني هي طبيعيه موجوده بالطبيعه، لكن من منظورنا احنا هي ليست خير، هي ليست جيده، هي شر. بالمقارنه مع انه الفيروس نفسه يريد يعيش او ينتشر، فالفيروس نفسه يشوف وجوده وبقاءه وانتشاره خير. زين، فالمضادات الحيويه اللي احنا نقاوم بها الفيروسات تمثل العكس تماما. المضاد الحيوي هو شيء غير طبيعي احنا نصنعه، لكنها جيده بالنسبه لنا، هي خير بالنسبه لنا، لكنها شنو سيئه بالنسبه للفيروس. فهذا كلام صراحه يعني ان انت تحاول ان تخلي كل شيء طبيعي اذا هو خير، لا مو كل شيء طبيعي هو خير. احنا بالنسبه لمنظورنا لهذا الشيء نشوفه خير او نشوفه سيء. على كل نظريه التطور هي ليست مصدر للارشاد الاجتماعي او الاخلاقي، هي مجرد تفسير طبيعي يخبرنا كيف اتينا الى هنا، لكن لا يوجد اي التزام اخلاقي يجبرنا ان نقتدي باليات الطبيعه او نقلد الانتقاء الطبيعي، ليس هنالك اي اجبار علينا. مع ذلك احنا شفنا انه الانتقاء الصناعي تدخل ان يشكل الانسان وكثير من الكائنات الاخرى، يعني مثلا الحيوانات الداجنه احنا سوينا عليها انتقاء صناعي، دخلنا احنا البشر وغيرنا في مسار التطور. هنالك تدريجيا يظهر دور مهم للانتقاء الثقافي في توجيه الانتقاء، يعني ما نراه نحن من سلوكيات جيده ثقافيا نحاول ان نحابيها مثل الفنون والشعر والاداب، الاتفاق الفكري مع الناس وغيره، هذه يسمونه الانتقاء الثقافي. فقمنا نحبث بعض السلوكيات اللي احنا بعد تطور الوعي عندنا اصبحت هي اشياء جيده. يعني هذا يثبت ان احنا نقدر بفضل الوعي والتبادل الثقافي ان نتحكم بانفسنا وما ننساق مرغمين وراء الانتقاء الطبيعي. توجد بعض السلوكيات الغريزيه دافعها داخلنا هي صراحة حيواني بحت، يعني مثل العنف أو الغيرة أو الشهوة الزائدة، لكنها يعني إذا كانت بدون مبرر إحنا نشوفها أنها سلوكيات غير أخلاقية. بمنظور ماذا؟ بمنظور المنظور الثقافي التراكمي عندنا إحنا. فلهالسبب إحنا نقول أنه لا، لازم نكافح هذه السلوكيات مثل العنف أو الغيرة حتى نعلم أطفالنا من الصغر بالمدارس أنهم ما يقومون بهذه الأفعال. فأفكار مثل يعني اختلاط منع اختلاط الأعراق، منع تزاوج الأبيض مع الأسود، أو محاولة يعني جينات الناس المرضى أن نحاول نقضى عليها، يعني مثلا منع اختلاط الأعراق هو ضد التطور الطبيعي نفسه، لأن التطور يحاول يبحث عن الفاريشن، عن التنوع، يريد جينات مختلفة متنوعة حتى الجينات اللي هي تساعد على البقاء تبقى. لكن احنا لما نجي نشجع بس عرق واحد يتزاوج فيما بينه، احنا راح نتجه تدريجيا الى تقليل تنوع الجينات في الحوض الجيني لهذه المجموعه السكانيه، وحتى تدريجيا نوصل الى انحدار الكفاءه الانتاجيه، هذا اللي يخلي زواج الاقارب سيء. اكو مقوله جميله جدا لعالم التطور جيري اي كوين في كتاب لماذا النشوء والتطور حقيقه، يقول التطور هو ببساطة نظرية عن عمليات أنماط استنواع أشكال الحياة، هي ليست نظام فلسفي كبير بشيء معنى الحياة، فلا يمكنه إخبارنا ما علينا فعله أو كيف ينبغي أن نسلك. يوجد أيضا مصدر جيد جدا للرجوع إليه، ترجمة صديقي العزيز سامر كتاب أشهر 10 خرافات حول التطور، أكو فصل به يعني فصل بهذا الموضوع لكاميرون سميث وتشارلز سوليفان، صفحة 261 تحدث بها عن هذا الموضوع. ماشي، فهذه المغالطة اللي طرحها هنا الأخ القنيبي نكمل معاه حتى نلحق على الوقت. نروح إلى الدقيقة، أنا طبعا حاولت أن أحلل الحلقة وأطلع بها الأشياء اللي يستحق الرد، لأن صراحة باقي الكلام هو مجرد تعبير نثري، يعني إثراء لفظي زائد عن اللزوم، يعني لا يقدم ولا يأخر.
تساوون الإنسان بالشمبانزي والغوريلا وسائر الكائنات القريبة من الإنسان تطوريا حسب معتقدكم، خاصة وأنكم لا تؤمنون بقيمة روحية مميزة للإنسان تميزه عن الحيوانات. يقول فرانسيس فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ ما خلاصته: إننا لو كنا نؤمن حقا أن الإنسان مجرد كائن في سلسلة حيوانية يخضع لقوانين الطبيعة ليست له قيم متجاوزة، فإنه لابد أن تتساوى الكائنات جميعا في الحقوق، وبالتالي لا يسمح لنا بالدفاع عن الحقوق المساواتية، فإما طبقية متوحشة أو مساواتية مستحيلة. يقولون لك: هناك ملحدون أخلاقهم حسنة. فنقول: ليس سؤالنا عن إمكانية أن يكون الملحد حسنا. هذا الموضوع، هذه نقطة أخرى أنا أناقشها. ماشي. ملخص كلامه هنا يقول أنه لماذا نحاول كبشر أن نساوي بين الناس بمختلف أصولهم أو أجناسهم المختلفة، يعني الجنس قصدي من حيث الذكر والأنثى، واختلاف مقدراتهم أنه شخص صحي أو شخص معاق، وليش ما نساوي الإنسان مع الكائنات القريبة إلى في شجرة التطور مثل الشمبانزي أو الغوريلا؟ إحنا قلنا طبعاً سابقاً بأنه كون نظرية التطور هي حقيقة علمية هو أمر لا يلزم أحد أن يطبقها اجتماعياً. هذا هو لازم يفهم كل شخص يحاول أن يثير هذه النقطة. كون نصدق مثلاً نظرية النسبية العامة للجاذبية، ما يلزمنا أنه مثلاً إذا أنا واقف فوق سطح بناية 7 طوابق وشفت طفل راح يسقط. قانون الجاذبية إذا سقط راح يتطبق، وقانون الجاذبية شيء طبيعي وليس شيء سيء. هل معنى هذا أنه أنا أترك الطفل يسقط على مود أخلي قانون طبيعي يستمر؟ ما هذا السخف والجنون صراحة في هذا الكلام؟ يعني كلام أقل ما يوصف صراحة بأنه هراء. يعني بما أن الانتقاء الطبيعي يسير بطريقة معينة أو أي قانون طبيعي يسير بطريقة معينة، خلاص إحنا لازم نوقف مكتوب في الأيدي ونخلي كل شيء يمر. لا، طريق الموضوع مو هذا. إحنا بحكم تمتعنا بالوعي وميزة التبادل والتفاعل الثقافي بيننا كبشر، نقدر أن ندرك شلون اتينا لهذا الوجود وأن نخطط مع ذلك طريقنا اللي نراه أفضل. نظرية التطور فقط تخبرنا أنه كيف وصلنا لهنا، لكن إحنا موجودين هنا، إحنا نقدر بعقولنا نقيم ما هو الأفضل ونستمر للأمام. موضوع تعاطفنا مع الكائنات الأخرى وليش ما نساوي الكائنات الأخرى معانا، مثل ما أكو فد مقولة لواحد من هذه الشلة الجميلة أنه أنت إذا غسلت، طبعا سارقها من الخلقين، إذا أنت غسلت من إيدك تقتل بكتيريا كثيرة، فلماذا تقتل هذه البكتيريا إذا كنت؟ إحنا فعلا كل ذرات أجسامنا هي عبارة عن مواد كيميائية، وهي نتاج تجمع غبار نجوم انفجرت ربما من مليارات أو ملايين السنين. احنا وكل مكونات الطبيعة نتشارك بنفس المكونات الأساسية، يعني كذرات وجزيئات وغيرها، هذه حقيقة ما نقدر ننكرها. لكن ما ننكر انه ايضا اكو شيء اسمه الانبثاق، انه بعد ما تتجمع هذه المكونات تطلع منها خصائص اخرى، لكن هذا مو موضوعنا. لكن كوننا احنا متحدين مع كل الكون وكل الطبيعة وكل الكائنات، هذا يشعرنا بانه احنا جزء من عندها، لكن ليس شيء فوقي. شوف أنا مقارنة بالفكر اللاهوتي والأخلاق، يقول لك أنت شيء فوقي، هذا كله خلق لوجود يعني لمصلحتك. إحنا بالعكس، لو أخذنا هذا المنظور أن إحنا جزء من الطبيعة، هذا راح يخلينا أمام واجب أخلاقي أنه ما نضر الطبيعة اللي إحنا ننتمي إلها، ومن باب أولى ما نضر الكائنات الحية اللي شاركنا بالأصول وشاركنا أهم شيء بالاندفاع نحو البقاء. أنا أدرك أنه أنا بما أنه أريد أن أبقى، فأنا أدرك أن الكائن الآخر هم يريد يبقى، زين؟ فبدون مبرر واقعي قوي ما يجب أن أعترض حياة، يعني دورة حياة أي شيء في هذه الطبيعة. مثلاً أكل الحيوانات والنباتات الأخرى لهذا السبب يعني يعتبر هو تصرف غير أخلاقي، يعني بالمنظور المثال اللي أتحدث بهذا هو يعتبر فعلاً تصرف غير أخلاقي، لكن هو للأسف حاجة ضرورية. يعني إحنا ما نقدر نتجاوز هذه الحاجة حتى نقدر نتمكن من الاستمرار. ما نقدر احنا هسه نموت كلنا على مود نقول ما نقدر نأذي الحيوانات او النباتات. لهذا السبب ونتيجة لتطور وتبلور الاخلاقيات عند الانسان، نشوف ان اليوم قاموا كثير يميلون الى تبني نظام التغذية الغذائي حتى يتجنبون ان يؤذون الحيوانات الاقرب لنا ضمن شجرة الحياة، واللي تتمتع بجهاز عصبي متطور مثلنا، مقارب لنا تقريبا بشكل تدريجي، يجعلها تشعر بالمعاناة والالم. الفكرة هنا أنه لما أشعر بالمعاناة والألم، ما أريد كائن آخر يشعر بنفس هذه المعاناة أو شيء قريب منها أنه يتعرض لها. لهذا السبب ربما أكل الحيوان شيء يعني يشوفه النباتي
صعب أن يتقبله، لكن أكل النبات، لأن النبات عندها جهاز عصبي بسيط جدا عبارة عن إشارات ترسل وكذا، ما تحس بألم ومعاناة، فيقول لك أنه هذه أوكي. لكن مع ذلك لو تمكن الإنسان أن يجد طريقة للعيش بدون حتى ما يستهلك النباتات وموارد الطبيعة الأخرى، فسيكون هذا طبعا أفضل الحلول. أنا أول الناس راح أتبنى هذا الحل، ماشي؟ هكذا يعني الأمر لازم يفهم بأنه يتعلق بالموازنة ما بين المثالية والواقعية. ما حد يصدق بالتطور أو يصدق بالعلوم ويدعي أن الحياة مثالية. فكرة الحياة مثالية فكرة أتت بها الأديان والأساطير، الواقع هو شيء آخر. فإحنا لازم نكون إنسانيين لكن واقعيين بنفس الوقت. طرح أيضا نقطة فيما يخص المعاقين أو الشمبانزي أو الحيوانات الأخرى، ليش ما نساويهم ويانا إحنا الإنسان؟ هذا فهم خاطئ لمفهوم العدالة والمساواة، لأن مفهوم العدالة والمساواة هو ليس مطلق، هو مفهوم نسبي. إحنا مثلا نحارب ذوي الاحتياجات الخاصة ونعطيهم حقوق، أقصد يعني اللي يسموهم بتعبير آخر معاقين، نعطيهم حقوق وامتيازات أكثر لأن هم يفتقرون إلى القدرة على إعالة أنفسهم وتلبية احتياجاتهم مثل باقي الناس الأصحاء. لهذا السبب هو بالمجتمع كل الناس الأصحاء تكون عندهم فرص متساوية لازم. لكن لما شخص هو بولادته أو بحادث عرضي مثلا صارت مع حياته تعرض إلى إعاقة، فهذا لأن قدرته انخفضت على أن يلبي احتياجاته، إحنا لازم نتكافل وياه ونساعده أن يلبي احتياجاته. بهذه الطريقة نقدر ننصف الكائن ونخليه ينال حقه، لكن شنو؟ ينال حقه حسب طبيعته وتفاعله مع البيئة اللي يعيش بيها. يعني احنا نحترم حقوق الحيوانات ونسمح للحيوانات بالعيش المريح ببيئتها الطبيعية، لكن انت بسؤالك هذا يعني شو تريد؟ تريد مثلا انه شو اسوي للشمبانزي حتى اخليه يحس بالعدالة والمساواة؟ شو اسوي له مثلا؟ يعني اجيب الشمبانزي البسه مثلا قاط وقاعده بسيارة مثلا ليموزين او سيجار تشروت على مود يحس بالعدالة والمساواة مع الانسان؟ لا، كلام فارغ هذا. بالعكس هو نفسه الشمبانزي اذا تسوي له هاي الاشياء يحس شيء غريب، هاي مو بيئته، هاي مو طبيعته. حتى من يضعوهم في حيوانات في حدائق الحيوانات العفو، رغم انه يوفر لهم كل شيء وسائل راحه اكثر من بيئتهم الطبيعيه، لكن هو ظلم لهذه الحيوانات، المفروض يعيشون في طبيعتهم. فانت شو تريد من عندنا؟ يعني نوفر صراحه للحيوانات حتى نحققهم بالعداله والمساواه؟ فمن هذا النوع المغالطات وال يعني اخطاء في منهج التفكير يحاول القنيب وغيره أن يثيرون هذه الإشكالات ضد نظرية التطور. نكمل نشوف إحنا عندنا أعتقد دام التعليق الأخير أو القبلة في الدقيقة 6:30، خل أشوف إيش يحكي. أي هنا راح يتحدث عن موضوع الأخلاق. ليس سببه الحدث، فالاعتقاد بأننا في هذه الحياة بلا هدف بلا رقيب بلا جزاء على أعمالنا خيرها وشرها، هذا الاعتقاد لا يمكن أن يكون دافعاً نحو الأخلاق الحسنة. لكن الإنسان في النهاية يتأثر بمجموعة عوامل كالتربية في الصغر والبيئة المحيطة، وليست القناعة الإلحادية هي العامل الوحيد في صياغة الأخلاق. أما الإيمان بوجود الله إيماناً صحيحاً ضمن التصور الإسلامي فإنه يدفع نحو مكارم الأخلاق، وإذا كان لدى المؤمن سوء خلق فهذا لنقص في إيمانه. ماشي، نفس القوانين هذه اللي احنا نسمعها دائما ما بها شيء جديد، انه لا يعني هل يمكن ان يقود الالحاد وعدم تقديم تقديس او اعتقاد بوجود قوى غيبيه الى اخلاق؟ طبعا مبدئيا هو من يصدق بنظريه التطور او اي نظريه علميه مو بالضروره يكون شخص ملحد او يصدق بوجود اله او بوجود، يعني ممكن ان تلقى ناس ربوبيين لكن يعتقدون ان الاخلاق مصدرها غيبي، نقول مصدر عالي، لكن يصدقون بنظريه التطور ما عندهم مشكله معها، كل النظريات العلميه هذه. فهذا الربط ما بين الالحاد ونظريه التطور هو ربط سيء وغير منطقي بالمره. الالحاد هو ليس سبب او لسوء او حسن اخلاق الناس، هو مجرد عدم تصديق بوجود قوه غيبيه او تواصلها مع الناس لعدم وجود ادله او لضعف هذه الادله. ماكو دستور او قوانين او شرائع مفروضه على من ما يصدق بهذه الغيبيات لازم يتبعها، لا، هو يتبع في حياته القوانين العلمية الموجودة في الدولة والأعراف الاجتماعية، طبعاً بشرط أن تكون الأعراف الاجتماعية منطقية، يعني مو مجرد أنه موجود عرف اجتماعي إذن هو صحيح، حتى لو كان هناك قانون ممكن أعتبر القانون غير صحيح، لكن أنا أطبقه إذا كنت في دولة علمانية وأحاول أنه أغيره، لكن الأعراف الاجتماعية مثلاً أحاول أنا أنه أغيرها إذا كانت سيئة،
لكن هذا اللي اتبعه أنا في حياتي. بالإضافة طبعاً إلى يعني كما يتحدث علماء النفس عن الأخلاق كذا، أن هناك سل يعني في درجات مراحل الإنسان بيها يتبنى القيم الأخلاقية. ففي آخر مرحلة، المرحلة السادسة، أن الإنسان نفسه يقوم يقيم يعني يسوي تقييم شخصي للقيم والأخلاق. فتبقى شخصية وسلوك الإنسان هي عبارة عن نتاج لتكوينه الجيني وللظروف البيئية اللي رافقت نموه. التدين، عدم التدين، الحاد، ما أعرف إيش، هذه ما هي غير إلا عامل من مجموعة عوامل. فمثل ما قال هو بالضبط الأخ ناقض نفسه، أنه قال فعلاً هو التدين هو عامل، يعني أنت عندك عوامل اقتصادية، اجتماعية، سياسية، موقعك الجغرافي إلى غير صراعات، هي هاي اللي تلعب دور أنه تشكلك أنت كإنسان وليس تدينك. بينما بالحقيقة الأديان للأسف تقود أحياناً إلى أخلاق سيئة غير إنسانية لأسباب، منها أنه هي تنطلق في بعض الأحيان من مفاهيم عنصرية ضيقة تميز بين الإنسان حسب العرق أو حسب اللون أو حسب توجهه الفكري إلى آخره. أيضاً هي كتبت في فترات زمنية كانت بها أخلاق البشر بدائية جداً وصعب تغييرها لأن هي تعتبر مقدسة، لكن هي ما تصلح للزمن اليوم. أغلب المتدينين نشوفهم اليوم اللي هم خلوقين، هم ما ماخذين نصوص دينهم على محمل الجد أو حاطينهم تفسيرات خاصة لدينهم. فالكلام هو اللي ذكره هنا أنا كلام صراحة بعيد جدا عن المنطق والتحليل الفلسفي الصحيح. خلي نكمل معاه في آخر نقطة مع السيد القنيبي، أعتقد في هذا المكان. لكن كجواب على هذه النقطة نقول التطور الدارويني يؤكد على أن كل الكائنات بما فيها الإنسان هي في تطور مستمر، وهذا يلزم منه وجود أعلى وأدنى في أعراق الإنسان الموجودة حاليا، هذا لا خلاف عليه بين الدارونيين. قد يقع الخلاف بينهم على معيار هذا التفاضل التطوري، هل هو حسب حجم الجمجمة أو لون العينين أو بروز الجبهة أو حجم الأنف أو الذكاء أو المهارات أو البنية النفسية إلى آخره. لكن من حيث المبدأ لابد من وجود أدنى وأرقى في الأعراق البشرية حسب الدارونية. خطأ سيد قنيري، هذا الكلام ليس صحيح. التطور ما عنده أي نية مسبقة إلى نتيجة ختامية أن يوصل إلى كائن مثل الإنسان أو غيره. معيار الأفضلية هو التكيف مع البيئة، يعني أنت مثلا عندك نوع من البكتيريا متكيفة بشكل جيد ببيئتها بشكل مثالي أفضل من أنواع بكتيريا أخرى. نعم، هي في 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 مسيرة التطور تحدث للكائنات تحسينات تدريجية بالأنساب، وهذه تفسر بالعلم البيولوجي بالتفرعات التشعبية في مختلف الاتجاهات. يعني في شجرة الحياة ليس هنالك أدنى وأعلى، هنالك فوق وأسفل ويمين ويسار، هو عبارة عن تشعب مثل الشجرة، ليس هنالك أي منظور أخلاقي للموضوع. حتى لما نحن نحكي عن هذا التشعب وعن الأصول وعن الفروع وعن الأدنى والأعلى، إحنا نقصد به فقط درجة التعقيد ربما، لكن ما نقصد فيه أنه إحنا نضع أحكام أخلاقية. يعني حتى لما تنظر لهذا الموضوع لشجرة الحياة مثلا، تلقى أنه يعني مثلا ممكن أن تنتج فروع جديدة، لكن الفرع الأبعد في الغصن هو ليس أفضل أو أكثر اكتمال من تلك القريبة من جذع الشجرة. ممكن أن تلقى مثلا قريب على جذع الشجرة هذا، وهذا تشبيه طبعا، أن تلقى أغصان قوية صعب كسرها، وتلقى في الأعلى هناك أغصان ضعيفة سهل كسرها، لكن عندها ادفانتج أنه هي تأخذ ضوء الشمس أكثر وتقوم بعملية التركيب الضوئي. ممكن أعطيك أمثلة غير محدودة بس حتى أفهمك أنه ليس هناك أرقى وأدنى في التطور، هناك تشعب وتفرع فقط. فاللي يريد يتوسع أكثر في هذا الموضوع أيضا أنصح بهذا الكتاب أشهر 10 خرافات حول التطور، صفحة 93 يحكون به عن هذا الموضوع. فهذا صراحة يعني بشكل ملخص التعليق والرد على هذه الحلقة اللي طرحها الأخ القنيبي فيما يخص موضوع التطور، وهو راح يستمر، هنالك حلقات طويلة راح يكون فيها طبعا تفاصيل علمية دقيقة في البيولوجي، حنحاول أن نرد عليها، نحاول أن كل حلقة ناخذ العفو يعني كل حلقة يعني بالأسبوع مرة نسوي حلقة للرد. مع ذلك يعني من حيث المبدأ لازم واحد يعني يفهم أنه
أنه هي تبقى محاولة صراحة يعني يائسة. يعني هذه هذا العراق اللي يحاول أن يعني يسوي المتدينين معاه نظرية التطور هو ترى أمر لا طائل منه. نظرية التطور هي نظرية علمية ثابتة في كل المحافل العلمية وليس عليها أي خلاف، واللي يحب أن ينقضها مثل ما قلنا خليه يتوجه للدوريات العلمية ويحاول أنه يعني يفندها هناك. وبالمناسبة أنا لست يعني أنا راح أحاول أنه مع الأخوة الأصدقاء اللي ذكرت اسمهم في البداية أحاول أنه نرد بشكل موضوعي على الكلام اللي يتطرق فيه فيما يخص التطور، لكن ما نحاول أنه يعني نتطرق للأمور الدينية لأن هذا موضوع آخر، وأنا مثل ما قلت يعني هنالك من الناس يعني متخصصين إلى ما أحب أدوخ نفسي به. بس ذكر كثير من التناقضات، يعني كل نقطة صراحة ذكرها ممكن أنه أنت لو تحب تربطها مع قضية الدين وقضية تفكيره تشوف أنه تناقض، يعني أنت كشخص متدين ما مفروض تسأل هذه الأسئلة أصلا. يعني مثلا أنت تقول إذا أنت تفترض أنه الناس متساويين بالقيمة، لعد ليش دينك مثلا يسبح بالعبودية؟ ليش يعطى مثلا للرجل مرتبة أعلى من المرأة؟ هذا هم سؤال يعني أتمنى أن يفكر بالأخ القنيبي وغيره. وكونها مثلا بالتصنيف الديني هي أقل المرأة، ليش مثلا ما نضعها في أقفاص ونخليها بس للتكاثر أو نشغلها مثلا بس الخدامات؟ فيما يخص بعض النقاط اللي النقطة اللي طرقها هو فيما يخص أن الانتقاء والكذا، أنت ترى صراحة دينك هم يمارس انتقاء إلهي، يعني هميا الجهاد، جهاد الطلب أن تروح تقاتل الناس اللي هم كفار وما يؤمنون بدينك، هذا هم يعني نوع من الانتقاء، أن تبدأ تبقي ناس بس المؤمنين مفكرين بطريقة معينة وذولاك الآخرين الكافرين أو كذا تحاول أن تبيدهم. هذا هم يعني موضوع في الدين معقد. فلما قلت أنت فيما يخص الشمبانزي والكذا ليش ما نساويهم، أنا هم أقول لك يعني الاستعباد شنو وضعيته؟ سبي النساء، اقتناء الجواري، هذول همين بشر، يعني العبد أو السبية أو كذا هذول همين بشر، ليش دينك ما سواهم؟ رغم أنهم بيولوجيا مخلوقين هم نفس الشيء، إذا كانوا مخلوقين ليش أيضا إذا موضوع الحيوانات ليش دينك سمح أنه أنت تقتل وتأكل وتركب وتلبس جلد وتنهب منتجات الحيوانات الأخرى؟ أيضا همين خلقها ربك، همين السبح بحمده، ليش هي تكون أقل مرتبة من الإنسان؟ أخير شيء أقول لك أنه الأخلاق هي ترى بنمطيها، سواء كانت الأخلاق المطلقة أو النسبية، إذا كان فعلا مصدرها الدين. إحنا ما نريد نعرف يعني أي دين هو المصدر الأصلي لها، هناك 4200 ديانة. إذا أمرك دينك بإبادة كل من لا يصدق بهذه الديانة، هل ستفعل ذلك؟ ومعروفة معضلة الأمر الإلهي تسمى بالفلسفة، أن لو كانت الأخلاق مصدرها من الله فمعناها إذا دينك أمرك بشيء لا أخلاقي، إحنا نعتبر اليوم مثل السرقة، فأنت المفروض أنه تطبقه ويعتبر هذا شيء أخلاقي. بينما لو كانت الأخلاق موضوعية، يعني هي ليست الفعل ليس صحيح لأن الله قال صحيح في دينك، وإنما هي صحيحة بشكل مطلق وقام بانتقائها الله، فإذا الأخلاق موضوعية وإحنا نقدر أن نعرفها سواء أمرنا بها الإله أو لم يأمرنا بها الإله. لكن لاحظ هنا أنه راح تكون الأخلاق في مرتبة أعلى من إلهك، إلهك مطلق فرض هو مصدر كل شيء، لكن راح يكون هنالك الأخلاق مطلقة أعلى من عنده، فهذه مشكلة. فكثير من الإشكاليات راح تواجهها صراحة، فأرجو أن تكون حذر في طرح هذه الأشياء. راح أشوف إذا كان هنالك أشياء، يعني لحد الآن خلصت من الرد على هذه الحلقة، راح نحاول مثل ما نرد على حلقات أخرى، لكن أشوف لو كان هنالك أشياء في طيب لحد الآن هذا أعتقد اللي حبيت أن أقدمه في هذه الحلقة. راح نحاول أن نقدم حلقات جاية، وأتمنى أن تكون حلقة مفيدة، وأشكركم شكر جزيل للمتابعة، وأراكم في مكان آخر. شكرا جزيلا.